والعيد هالسنة عيدين من بعد ما نوعا ما رجعت الحياة لطبيعتها، فقدر الناس بهالسنة أنهم يفرحوا ويشاركوا أهلهم ومحبيهم فرحة العيد على عكس السنة الماضية. صحيح، أيضا النجوم كانوا أكثر نشاطاً هالفترة ما بين حفلات وإصدارات جديدة، وفي منهم حبوا ينزلوا جديدهم قبل العيد بفترة حتى يعطوا الناس مجال ليسمعوها، والآخر فضل أنه ينتظر لأسبوع العيد ليطرح جديده. لو علي عملوا لا تشف ولا تقارى عشان انت جميل. فعمرو دياب قدم اغنيته الجديدة احلى ونص لايف لاول مرة في حفلته بالساحل الشمالي، واللي كان اطلقها باول ايام العيد، من كلمات ايمن بهجة قمر، الحان محمد يحيى وتوزيع احمد ابراهيم، واللي تعتبر ثالث اغاني الصيف لإله هالسنة من بعد ما نزل اتقل والدنيا بترقص. انا أما تامر حسني ففينا نقول إنه قدم هيت عيد الأضحى بفيديو كليب صعبة اللي كسر فيه الدنيا وحقق أعلى المشاهدات، فالمتابعين انبهروا بميكس ما بين الكوميديا والرومانسية والبيت السريع اللي قدمهم تامر بهالأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي. انت صعبة انت صعبة انت صعبة. وبما إنه أغاني صيف هالسنة كلها رقص، فنوال الزغبي اختصرت الموضوع وطرحت فيديو كليب أرقص اللي مش بس خطف الأضواء بكلمات الأغنية لأحمد حسن رؤول والبيت السريع وألحان ألفريد الأسعد، فكمان نوال تألقت بالفيديو كليب بأربع إطلالات مختلفة. لكن حمادة هلال اختار يكون بسيط وحب يقضي الصيف على البلكونة بفيديو كليب خفيف الدم لأغنية أم أحمد من كلمات أحمد مرزوق ألحان وتوزيع محمد أماح، وإي تي بالعربي كان معاه كمان من وقت تحضيرات الفيديو كليب. أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة. أنا بتكلم عن مصر على فكرة، غنت أم أحمد دي بتكلم عن مصر كلها، أم أحمد دي رمز بالنسبة لي وجايب كل الشعب المصري في الغنوة دي. على القهوة خمسة ستة تخلص نقطة بتبدأ نقطة. وفضل شاكر طلع على متابعينه بأغنية عايشين ومش عايشين اللي اختلفت شوي عن باقي الأغاني، فكانت أهدأ وفيها دراما أكتر. عايشين ومش عايشين أيام نقضيها، خايفين ومش شايفين نهايتنا إيديها. أما دافي وشجون الهاجري فولعوها بفيديو كليب انتي مشكلة اللي انطرح ليت الأربعاء وسمعونا فيه راب مع أفريكان بيت. وانتي مشكلة حالي القنبه شوبري ودتاح